السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات ودرس جديد من دروس الجافا سكريبت فريم ورك بتاعنا اللي هو فيجوالايزر دوت جي اس. ان شاء الله في الدرس دوت هنتكلم عن فولدر يو اي ونشوف ايه الفولدرات اللي فيه والفايلات اللي فيه وكل فولدر ايه وظيفته وممكن نضيف او ناخد او نعمل فيه ايه. طب احنا مين اللي عندنا في 1 2 3 وفي فولدر كمان انا نسيت اكتبه اللي هو اهم فولدر الفريم ورك دايركتري الا هو فيجوالايزر. احنا في عندنا ميلي 5 فولدرز او دايركتريز 1 فايل 5 فولدرات فايل واحد في فولدر يو اي. تعال نبص عليهم سريعا كده. اول فولدر هو فولدر الابس بنحط فيه كل الابلكيشنز بتاعتي. كل ابلكيشن بيبقى ليه فولدر خاص بيه. يعني دخلنا عليه هيبقى في عندنا فولدر اسمه لاب. الفكره ببساطه شديده هنا ان انا في عندي فايل الكونفج احنا كنا عاملين في الابس ليست بنحط اسم الابلكيشن. احنا قلنا في الدرس بتاع الكونفج ان احنا هنحتاج الاسم دوت بعد كده. فمن ضمن الاستخدامات بتاع الاسم دوت ان انا بعرف اسم الابلكيشن بتاعي جوه فولدر الابس بناء عليه ببتدي اشتغل على الابلكيشن بتاعي. يعني مثلا لو احنا في الادمن اب ممكن ناخد الفولدر كده كوبي كنترول شيفت ان بيست انتر عملنا الفولدر بتاعنا تمام. طب ايه تاني الاستخدام اللي ممكن نحتاجه فيه الاسم دوت لما نيجي نعمل بيلد او برودكت او بروديوس الابلكيشن بتاعنا نطلع البرودكشن بتاعه او نعمل له ريبيلد لما نيجي نضيف فايلات جديده في الابلكيشن بتاعي تمام. نمسح الفايل دوت لان انا مش محتاجه دلوقتي. الفولدر الثاني عندنا هو فولدر البلجنز. ده بستخدمه عشان اضيف فيه البلاجنز الخاصه بالفريم ورك مش الاكسترنال بلاجنز. البلاجنز الخاصه بالفريم ورك وليس الاكسترنال بلاجنز. طيب الفولدر الثالث هو السي اس اسف الاس سي اس اس هو فولدر اساس ودوت بنحط فيه اي اساس بلاجن. يعني انا مثلا مستخدم هنا مينلي مستخدم البلاجن بتاع الكومباس بصراحه هو رائع جدا بيريحني في حته البريفكسنج للسي اس اس فانا بستخدمه على طول. مش محتاج غير ان انا احط الفولدر بتاع البلاجن هنا وهو اوتوماتيكلي هيشتغل عن طريق الامبورت لما نشوف الستايلنج بتاع الابلكيشنز نلاقي تفاصيل اكتر للقصه ديت. طيب الفولدر اللي بعد كده فولدر الفندور. ده بحط فيه اي ثيرد بارتي ابلكيشن او بلجنز او لايبرريز او وات ايفر اللي انا عايزه سواء جافا سكريبت سي اس اس جي كويري زي ما انا عايز. يعني مثلا حاطط حاليا في دي الفولدرات الخاصه بالجي كويري دي اللي لمسه ليها تمام ودي الفولدرات الخاصه بالجي اس او الجافا سكريبت بلجنز انا اوريدي برضو مستدعيها وهنشوف ازاي نستدعيها في كل ابلكيشن لوحده وبتفصيل اكتر. طيب اخر فولدر عندنا هو فولدر الفيجوالايزر وده الفريم ورك بتاعنا. في كل حاجه خاصه بالفريم ورك بتاعنا دي عباره عن مجموعه باكجز او باكجز جواها باكجز زي مثلا الكور. الكور دوت مش باكج واحده ده هو في حوالي 7 او 8 باكجز. قد ايه دولت 9 باكجز. كل باكج او كل كومبوننت ليها وظيفه وليها استخدام معين. هنشوف برضو الكل دوت بتفصيل ممل ان شاء الله في الدروس القادمه. اخر فايل عندنا هو فايل اللودر اللي احنا اتكلمنا عنه برضو المره اللي فاتت وقلنا ببساطه شديده ان انا بحط فيه كل الباكجز اللي انا هستخدمها في جميع الابلكيشنز. يعني انا مثلا لو عندي اللاب اب والادمن اب اب او ما صح اللاب ابلكيشن والادمن اب ابلكيشن لو انا هستخدم كومون باكجز بين الاثنين او بين الاثنين فبضيف الاسامي بتاعت الباكجز اللي انا هستخدمها. ان شاء الله لما نخش على درس الباكج نشوف الاستراكشر بتاعته او السكيما بتاعته الموضوع هيبقى سهل جدا واضح ايه الكلمات اللي انا كاتبها ديت. نفس الكونسبت في البلجنز انا بستدعي البلجنز اللي انا محتاجها في كل الابلكيشن. احنا قلنا البلجنز ديت اللي هي موجوده في فولدر البلجنز تمام. دي ببساطه شديده وباختصار الفولدرات والفايلات الموجوده داخل اليو اي. ان شاء الله الدرس القادم هنتكلم عن ازاي نعمل باكج او ايه الاستراكشر بتاعت الباكج والسكيما بتاعتها. بس قبل ما اخش على الجزئيه ديت انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه وهي الاستراكشر بتاعه الابلكيشن فولدر. احنا الابلكيشن فولدر انا مش هتكلم عنه بتفصيل اكتر بس هدي نبذه سريعه عنه لغايه لما نخش على الدرس بتاعه وهنشوفه تفصيل اكتر. انا في عندي في الفولدر دوت ثلاث فولدرات اساسيه وان فايل. الثلاث فولدرات دولت هم الاسيتس الكومبوننتس والاس سي اس اس. طيب الاسيتس انا بحط فيه اي فولدرات انا عايزها اي ملفات وبعد كده بستدعيها عن طريق الباكج دوت جيسون بحيث ان انا انقل الفولدر ده
الايمجز انقله الفولدر الستاتيك. فاكرين الفولدر الستاتيك اللي موجود جوه فولدر البابليك؟ لو دخلنا على الفيجواليزر بابليك ستاتيك او فولدر لاب او فولدر الايمجز دوت، اوتوماتيكلي بيتنقل وانس ان انا بسجله من ضمن الليسته المفروض هتتنقل. وهنشوف برضو الكلام ده بتفصيل اكتر لما نخش على الشرح الابلكيشن سكيما. تمام، الفولدر التاني هو الكومبوننتس، ده بتحط فيه كل الكومبوننتس بتاعتي، كل الفولدرات، كل الشغل بتاعي بقى في الابلكيشن بيبقى موجود في الفولدر ده. وده مينلي فيه 3 مين فايلز و2 مين دايركتوريز، فايل فولدرين وثلاث فايلات اساسيين عندنا. الفولدرات هي اللي اوت والبيجز، الفايلات هي الاب الكونفج الراوتنج. اي حاجه تانية دي بتبقى اضافه من عندك، عايز تضيف اللي انت عايز تضيفه، مش عايز اب تو يو، محدش هيقول لك لا. الفولدر الثالث هو فولدر الاس سي اس اس، ده بتحط فيه برضو اي فايلات انت عايزها بتستخدم اللي انت عايزه، بس الانتري بوينت عندك في يعني دي تعتبر الانتري بوينت في اي ابلكيشن، الجزء الخاص بالستايلنج هو ملف الاب دوت اس سي اس اس، بتستخدم فيه اللي انت عايزه. دي مثلا الحاجات اللي انا مستخدمها من الكومباس، دي الهيلبرز دي انا اوريدي عاملها خاصه بيا، فاي حاجه انا عايزها بعملها امبورت في الفايل ده. ويفضل ان انت ما تكتبش اي ستايلنج في الفايل دوت، يعني اعمل كل الستايلنج بتاعك في فايلات منفصله وبعد كده اعملها امبورت في الفايل ده. تمام، اخر فايل عندنا وهو الباكج دوت جيسون، ده في بقى السكيما بتاعتنا كل حاجه خاصه بالابلكيشن. دي الفايلات دي مثلا الاسس اللي كنا نتكلم عليها، دي الكومبوننتس اللي احنا هنستدعيها في الابلكيشن اللي هي اوريدي موجوده في فولدر الكومبوننت، دي ملفات الاكسترنال هنتكلم برضو عنها بتفصيل اكتر ان شاء الله في درس الباكج. دي البلاجنز اللي انا مستخدمها او اللي انا محتاجها، دي الديبندنسيز بتاعتي، دي الفيب ايكون اللي انا هستخدمها في ال بتاع ده النيم دوت المفروض يبقى لاب، سوري انا غيرته بالغلط. الايمجز سلاش افاتار، دي الفيب ايكون بتاعنا وبس كده. يعني ان شاء الله يكون الموضوع بسيط مفيش فيه اي حاجه معقده. استنوا ان شاء الله الدرس الجاي هيكون عن الباكج سكيما، بحيث ان انا اشوف ازاي بكرر الباكج عموما سواء كانت في البلجن او في الفريم ورك او حتى نشوف السكيما بتاعه الفايل اللي هو الباكج دوت جيسون. والى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.